قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يقف رجل على أرض المحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم يعص الله أو يهم بمعصية. كل ابن آدم خطاء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا عرفنا أن الله لا تضره معصيتنا هذا يجعلنا أن نقبل عليه بالتوبة. يقول الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بمعنى كيف تقابل الكريم جل وعلا بقبائح الأعمال بعد كل هذه النعم؟ فلا بد أن تكون صادق مع الله، فالطريق إلى الله بابه الصدق. مهما كانت معصيتك لله كن صادقا مع الله في توبتك. فإذا وقفت بين يدي الله للصلاة تذكر ذنوبك وتذكر ستر الله عليك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. إن أعظم نعمة نعمة الإسلام، وإذا أراد الله بك خيرا توفاك على الإسلام. وكان من دعاء نبينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وما تراه مما يبث من الشبهات أو من الشهوات في حقيقته صارف عن الإيمان، ولكن الله إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام وثبته. وكل شيء يقبض منك له عوض إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك. فإذا أحبك الله ختم لك أن تموت على الإسلام وكن في قلبك فرحا أنك تعبد الله. بعض الناس يفرح إذا قام ببعض المباحات، فيجب أن تفرح أنك بطاعة الله. فلا تفعل العبادة تخلصا بل افعلها إخلاصا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك لا تضره إن عصيته ولكنك تهلك إن عصيته. ولا تتكبر على الاعتراف بالذنب، فقد قال الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة: لست بريئا فأعتذر ولست قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. فإذا وفقت بطاعة فاستشعر فرحا لأن الله برحمته وفقك لذلك. فهؤلاء من ثبتهم الله على الإسلام وماتوا على الدين، فمن رحمة الله بنا أن ولدنا مسلمين، أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله. فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأله. إذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها، فقسما بمن أحل القسم لا ينجي الله عبدا من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم قال: إنه من عبادنا المخلصين. هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده. وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكرك عليها إلا وسيعصمك عما هو أكبر منها حتى يهيئك أن تدخل جنته وقد طبت جسدا وروحا.
فإن من أعظم كرامات الله أن يتولاك الله ظاهرا وباطنا، فإن الله لا يضيع أولياءه، فمهما كاد لك الخلق فإن الله محيط بالكافرين، فإن الأب لا يضيع أبناءه، فما ظنك برب العالمين؟